تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير. دابا جيت لكم بواحد الفيديو جديد اللي هو غادي نصاوبوا فيه واحد الكيكه ديال مادلين. دابا غنوريكم المكونات. كنحتاجوا جوج بيضات، نصف كاس ديال الزيت، كاس ناقصو شويه ديال السنيده، دانون، الا ما عندكمش دانون ديروا كاس ديال الحليب، والدقيق حسب الخليط، وخميره ونص. دابا غنبداو على بركه الله، غنديروا البيض، غنزيدوا عليه السنيده. دابا غنضرب بعد ما ضربنا البيض والسنيده، دابا غنضيفوا عليهم دانون، دانون كامل، غنديروا الزيت، غنضيفوا الدقيق على حساب الخليط، غديروا الدقيق على حساب الخليط، نضيفوا الخميرة، نديرو خميرة ونص، دابا غادي نعاودو ثاني نضربو كلشي. ما ضربنا انتو الشكل ديالو، ما تجي ما عاقده ما جاريه هكا. دابا غنحتاجو هاد المول، ونحتاجو الكويطات ديال المادلين، غنديرهم في هاد المول. دابا بعد ما درنا الكويطات في المول، غنصبو فيهم الخليط ديالنا على هاد الشكل. عمبرومش بزاف باش ملي طيبو ما يخرجوش على المول على هذا الشكل. انا دابا غندخلوها للفرن. بعد ما كملنا الكيكه ديالنا، حنا غندخلوها للفران تطيب ونوريوها لكم. المادلين ديالنا انتو كيفاش جات هشيشه وزوينه. وإلا عجبكم لا فيديو، ما تنسونيش من لايك وابوني والاشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم كل من هو جديد. شكرا.